النهارده هنتكلم على مرض شائع جدا عند المرأة الحامل، ويعتبر أكثر الأمراض شيوعا للمرأة الحامل، وهو الأنيميا. أول حاجة خلينا بس نبتدي، ما هي الأنيميا أو تعريف الأنيميا؟ هو فقر الدم أو نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم. الهيموجلوبين هي المادة اللي مسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين للأنسجة في المرأة الحامل، مهم جدا عشان تنقل الأكسجين للمشيمة، اللي بالتبعية بينقل الأكسجين من المشيمة للجنين. مع الأسف سيدات كثيرات جدا عندهم مرض الأنيميا ده في الحمل، خصوصا في الدول اللي بيسموها دول العالم الثالث زينا، بسبب نقص الغذاء أو سوء التغذية وسوء الغذاء. طبعا كلنا عارفين إن المرأة الحامل بتبقى عرضة أكتر للأنيميا، لأن أثناء الحمل كمية السوائل اللي في جسمها بتزيد بصورة أكثر من ما نسبة الهيموجلوبين بتزيد، فأنت ممكن قبل الحمل تبقي ما عندكيش أنيميا وتظهر الأنيميا فقط أثناء الحمل. عشان كده حتى التعريف بتاع الأنيميا في الحامل بيختلف عن التعريف في غير الحوامل، ونسبة الهيموجلوبين في غير الحوامل لو فرضنا مثلا إنها المفروض تبقى من 12 لحد 16 في السيدات، هي في الحوامل بتنزل لحد 11 وما تعتبرش عندك أنيميا. المشكلة إن الأنيميا دي بيبقى ليها آثار سلبية على حضرتك وعلى الجنين اللي في بطنك. طبعا بالنسبة لحضرتك هتبقي تعبانة ومرهقة، نفسك قصير، مش قادرة تطلعي سلم، بتحسي بضربات قلبك سريعة، كل دي من أعراض الأنيميا. وبالنسبة للجنين لو الأنيميا زيادة قوي، زي ما قلنا هي مسؤولة عن، أو الهيموجلوبين مسؤول عن نقل الأكسجين للبيبي، فالبيبي بيبقى عنده نقص بسيط في الأكسجين، فبيخليه ما يكبرش كويس وبيخلي المشيمة تعجز بدري عن المتوقع. علاجها سهل جدا، وأهم من علاجها هو تفاديها، إنك تهتمي دايما بغذائك يكون فيه كثير من الحديد اللي موجودة في الكبدة، اللي موجودة في السبانخ، اللي موجودة في البتنجان، أي حاجة لونها غامق أو بتغمق دي غنية جدا بالحديد. العسل الأسود برضو من المصادر الغنية جدا بالحديد. لو أنت متعودة كل يوم بتاكلي حاجة من الحاجات دي، صعب إن يجيلك أنيميا. زائد طبعا الفيتامينات اللي الطبيب بيوصفها لك، اللي بتبقى فيها نسبة جيدة من الحديد، يحصل لها امتصاص وتعوض الفقد اللي انت يبقى عندك بسبب الحمل. طيب لو ما عالجناهاش هل في مشكلة؟ مع الوقت هتكتشفي انك التعب بيزيد في نهاية الحمل، بتبقي عرضة اكتر لبعض المشاكل، زي مثلا الولادة المبكرة، زي مثلا النزيف قبل وبعد الولادة، وبتبقي عرضة أكتر إنك تاخدي نقل دم أثناء الولادة، لأن كده كده الحامل وهي بتضع مولودها بتفقد نسبة من الدم، فلو جالك أنيميا شديدة ممكن تضطري إنك تاخدي نقل دم أثناء الولادة. عشان كده دايما بننصح أي واحدة حامل متابعة دورية لصورة الدم بتاعتك، تتأكدي إن مفيش أنيميا طبعا طبقا لتعليمات الطبيب. هناخد أو هناكل المواد اللي فيها حديد كويس، زي الكبدة قلنا، زي العسل، زي السبانخ، زي الملوخية. هنهتم ان احنا ناخد الفيتامينات بتاعتنا في موعدها طبقا برضو للي الطبيب هيوصفهولك الجرعات اللي انت محتاجاها. لو عملنا الحاجات دي ان شاء الله مش هيجيلك انيميا، وان شاء الله هتضعي مولودك بسلام، ومش هيبقى فيه مضاعفات لا لحضرتك ولا للجنين.